اوكي، في الحلقه اللي فاتت اتعرفنا على جون مارستون. Hey my friends, I'm pleased to meet you, Jake. وعرفنا ان ادجار روس من الحكومه الفيدراليه خطف عيلته. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? وعرفنا ان سبب وجوده في ارماديلو هي بدايه رحله ان هو يدور على افراد من عصابته القديمه، وادجار روس هو اللي اجبره انه يدور عليهم وفي المقابل هيرجع له عيلته اللي خطفها. وجون لما وصل ارماديلو نجح ان هو يوصل لاول واحد بيدور عليه واللي هو بيل ويليامسون. وعرفنا ان نيه جون ان هو مش عايز يخلص على حد وان هو جاي يتكلم معاه عشان معمول عليهم اتفاق ان هم يخلصوا على بعض، بس الكلام ده ما جاش مع بيل سكه فاداله الناحو وسابه مرمي في الشارع. وتعرفنا على بوني ماكفارلين لما قابلته وهو سايح في دمه وانقذت حياته، وجون بيكون رد لهم الجميل انهم انقذوا حياته واشتغل معاهم في المزرعه وبيكون اتعرف عليها اكتر وتعرف كمان على باباها. جون مارستون، this is my father Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. وبرضه بنكون اتعرفنا على مارشيل جونسون لما جون راح له عشان يعرض عليه انهم يحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان عندهم هدف مشترك واللي هو يخلصوا على بيل ويليامسون وعصابته. وجون بدا يساعد مارشيل جونسون انه يقبض على الناس الخارجين عن القانون في المدينه، وده عشان يكسب ثقته وفي نفس الوقت يبقى على امل ان مارشيل جونسون ممكن فعلا يساعده انه يقبض على بيل ويليامسون. وعن طريق مارشيل جونسون جون بيكون اتعرف على واحد اسمه مستر نايجل ويست ديكنز، والمفروض ان ده راجل بيبيع زيوت عشان تعالج الناس وكده، والمفروض برضو ان هو بيسافر اماكن كتير في امريكا كلها. فجون بيكون انقذ مستر ديكنز من ورطه كبيره كان واقع فيها، وبعدها جون ومستر ديكنز بقوا اصحاب، والمفروض ان مستر ديكنز مستني جون تاني عشان يرد له الجميل. لحد ما في الاخر مارشيل جونسون جاله بلاغ ان في مذبحه حصلت في قريه اسمها ريدج وود، وعرفنا ان سبب المذبحه دي بيل ويليامسون وعصابته. ودلوقتي جون وبيل ويليامسون تاني وش الوش قدام بعض، وده بعد ما بيل ويليامسون ضربه بالنار قدام الحصن بتاعه، والمفروض ان هما الاتنين برجالتهم فتحوا النار على بعض. فايه بقى اللي هيحصل وجون هيعمل ايه مع بيل ويليامسون ومنين معانا بيودي على فين؟ ده اللي هنعرفه النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعدنا على الانتشار، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده ف Let's go. بتبدأ الحكاية بجون ومارشيل جونسون والرجالة بتاعته وهم متجهين على منطقة فورت ميرسر عشان يقبضوا على بيل ويليامسون، بس في نص السكة بيقابلوا بيل ويليامسون وعصابته وهم واقفين فوق جبل، وبيل ويليامسون بيهدد جون ان هو ياخد الرجالة بتاعته ويمشي من هنا بدل ما يقتله، وجون بيكون استهزأ برده وبيقول له انت ما تقدرش تعمل حاجة وبتاع، وفي الآخر الاتنين بيسخنوا على بعض وبيفتحوا النار على بعض، وجون ومارشيل جونسون ورجالته كل واحد فيهم بيبدأ ان هو ياخد ساتر وبيخلصوا على كل رجالة بيل ومش بيتبقى منهم واحد عايش. وبعد ما خلصوا على كل افراد العصابه بنعرف ان بيل ويليامسون هرب، بس واحد اسمه جوني من رجاله مارشيل جونسون بيكون قبض على عضو مهم جدا في عصابه بيل ويليامسون، ونورمان ده يبقى دراع بيل ويليامسون اليمين. المهم ان مارشيل جونسون في الاخر بيتحفظ على نورمان ديك عشان يحبسه، وبيشكر جون ان هو ساعده وبيقول له احنا ما قبضناش على بيل ويليامسون بس قبضنا على اللي يعرف يوصلنا ليه. Norman here is going to help us get to Bill. وبكده جون بيكون اخذ خطوه كبيره ان هو يمسك بيل ويليامسون عشان يخلص منه ويخش على اللي بعده ويحرر عيلته اللي مستر ادجار روس من الحكومه الفيدراليه محتجز عليهم. المهم ان جون بعد كده بياخد بعضه وبيرجع تاني المزرعه عند بوني، وهناك بنشوف بوني وهي داخله عليه وبيبقى شكلها مخضوض، وبنعرف ان باباها اتاخر عن ميعاده جدا وهو عمره ما عملها قبل كده، وبتبقى قلقانه عليه وبتطلب من جون انهم يدوروا عليه، وطبعا جون بيوافق وبيروح معاها وفي السكه بيطمنها ان هو هيبقى بخير. Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. وأثناء ما هما في السكة بيتكلموا مع بعض بنتعرف على بوني أكتر وبنعرف إن هي كان عندها 6 إخوات ولاد، 5 منهم ماتوا بسبب أمراض جات لهم أو اختيارات غلط خدوها في حياتهم، والوحيد اللي عايش فيهم بقاله زمن في شرق أمريكا وبيعرفوا أخباره عن طريق الجوابات من فترة لفترة، وبنعرف إن هو شغال في مكانة عالية في بنك كبير هناك، ودي معلومة ممكن نستخدمها في القصة قدام. المهم ان جون وبوني في الاخر بينجحوا ان هم يوصلوا لباباها، بس لما بيوصلوا له بنشوف المكان اللي هو واقف فيه بيبقى كان حصل فيه مجزره، وبنعرف ان عصابه بولارد توينز هم اللي عملوا كده، وفي الاخر مستر ماكفالرين بيامر بنته ان هي ترجع تاني على المزرعه، وبيامر جون ان هو يفضل معاها ويخلي باله منها لحد ما يرجع، وفعلا جون وبوني بيبداوا ان هم يتحركوا وبيرجعوا تاني على المزرعه، بس اول ما بيوصلوا هناك بنشوف المزرعه بيبقى فيها حريقه كبيره. Look, Mr. Marston, the barn is on fire.
there. وبنعرف ان الحريقه دي بتبقى جوه الاستابل بتاع الخيل، وباب الاستابل بيبقى مقفول من بره ومحدش عارف يفتحه، بس جون بيتصرف وبيلاقي طريقه يدخل بيها الاستابل من الشباك، وبينجح في الاخر ان هو يفتح لهم الباب وبينقذوا الخيل وبيطفوا الحريقه. وبعد ما بيطفوا الحريقه بوني بتشكره على مساعدته، ومن كلامها معاه بنفهم ان هي شاكه ان اصابه بولارد توينز هم اللي عملوا كده، بس في الاخر جوني بيطمنها ان هو هيبقى معاها ولو حصل اي حاجه هيبقى جنبها، وهي بتشكره وبتسيبه وبتمشي. المهم ان جون بعد كده بيرجع تاني على مركز الشرطه لمارشيل جونسون، وبنشوف مستر ماكفارلين هناك، وبنعرف ان بوني اتخطفت. ومستر ماكفارلين بيتهم جون ان هو اللي خطفها، بس جون بيقول له ان هو سابها في المزرعه من بعد ما طفوا الحريقه. واثناء ما هم بيتكلموا مع بعض بنسمع واحد بيزعق بره وبينادي على مارشيل جونسون. وبيبقى واحد ما نعرفش هو مين ولا اسمه ايه، بس بنعرف ان هو من رجاله بيل ويليامسون. It's a nice girl you got there. Get out from there. وبنعرف انه خطفها عشان يجبره انه يفرج عن نورمان ديك دراع بيل ويليامسون اليمين، وبيقول له لو ما جاش في المكان بتاعهم ومعاه نورمان ديك هيخلص على بوني. وبعد ما بيقول لهم الكلمتين بيسيبهم وبيمشي. ومستر ماكفالرين بيبقى قلقان جدا على بوني وبيبقى مش عارف يعمل ايه، فجون في الاخر بيقترح عليهم عشان سلامه بوني ان هم ياخدوا نورمان ديك ويودوه للراجل ده على المكان اللي قال لهم عليه. وجون في الاخر بيطمن مستر ماكفالرين وبيقول له ان هو هيرجع له بوني تاني، وفعلا بيطلعوا نورمان ديك من الحجز وبياخدوه معاهم على الحصان، وبيبداوا ان هم يتجهوا على المكان اللي الراجل ده قال لهم عليه. ولما بيوصلوا هناك بنكتشف ان الناس دي عامله لهم كمين وبيبقوا عايزين يخلصوا عليهم، وبنكتشف ان نورمان ديك ما كانش فارق لهم اصلا وبيخلصوا عليه بنفسهم. وبعدها بيفتحوا النار على جون ومارشيل جونسون وكل الرجاله اللي معاهم، بس في نص الحرب اللي دايره بينهم بنكتشف ان هم عاملين لبوني حبل مشنعه وبيبقوا عايزين يخلصوا عليها، بس جون ومارشيل جونسون والرجاله بينجحوا ان هم يخلصوا على كل افراد العصابه، وبينجحوا في الاخر انهم ينقذوا بوني من الموت وبيحرروها. وبعدها جون بيروح عشان يطمن على بوني، وبوني بتبدا ان هي تسترجع انفاسها وبتشكر جون ان هو انقذ حياتها، وبكده جون يكون انقذ حياه بوني زي ما هي انقذت حياته في اول القصه. المهم ان بعد كده جون بياخد بعضه وبيروح لمستر ويست ديكنز، وجون بيروح له عشان يطمن عليه وكده. مستر مارستون، good to see you. How have you been keeping? المهم ان احنا بنطمن ان مستر ديكنز تمام، وفي نفس الوقت بنتعرف عليه اكتر، وبنعرف ان هو بيصنع نوع زيت بيقول عليه زيت سحري وبيعالج الناس من اي امراض عندها، وبنعرف كمان ان هو سيلز مان قوي بيعرف يبيع، يعني راجل بياع شاطر، وبيحاول ان هو يبيع لجون، بس جون بيقفشه وبيقول له اتكل على الله يا اسطى عشان ايه ما اعملهاش معاك. وبنعرف من الاخر ان مستر ديكنز ده راجل فقير وعلى قد حاله، والزيت اللي معاه دوت هو اللي مخليه يعيش. وفي الاخر بيطلب بجنتلة من جون ان هو محتاج راجل صغير في السن وقوي زيه يبقى معاه، وبيطلب منه ان هو يجي معاه قريه ريتش وود، وفي السكه هيحكي له باقي القصه. المهم باختصار عشان الراجل ده ممل الصراحه، جون بيروح معاه ريتش وود وبيشاركه في النصبايا اللي هو عايز يعملها، وبيقنع اهل القريه بتمثيليه هما الاثنين عاملينها ان الزيت ده قوي مفيش منه اتنين على الارض. وطبعا بيحصل السسبنس، واحد بيطلع يكذبه فجون بيتحداه، وفي الاخر بيكسبه وبيضربه وبيشعلطه، فاهم، والدنيا بتمشي. وبعد الليله دي كلها ما بتخلص جون بيقول له يا اسطى بقى سلام عليكم، هسيبك انت بقى في العالم المزيف بتاعك وارجع انا بقى للعالم الحقيقي اللي انا عايش فيه. وبيبقى قصده ان هو يروح يدور على بيل ويليامسون ويشوف طريقه يعرف يخترق بيها الحصن بتاعه. فمستر ديكنز بيقول له على واحد صاحبه اسمه سيث، وسيث ده المفروض ان هو مختل عقليا شويه، بس بيبقى عارف المدينه كلها وعارف كل الطرق السريه اللي فيها، وبينصح جون انه يروح له عشان ممكن عن طريقه يلاقي سكه يقدر يخترق بيها الحصن بتاع بيل ويليامسون. We can get those gates to open for you and you can walk right in just like in Homer's great Trojan yarn. وفعلا جون بيروح له، وهناك بنتعرف على سيث اكتر، وبنعرف ان هو راجل تقريبا كان واقع على دماغه وهو صغير، والمفروض ان هو بيدور على خريطه ما عشان عن طريقها المفروض ان هو هيعرف مكان كنز متخلف، يعني فاهم. فجون بيروح له وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان هو جاي من طرف مستر ديكنز، وبيلعن اليوم اللي عرف فيه مستر ديكنز على مستر ديكنز نفسه على كل معارفه اللي شبهه، وبيجاري سيث اللي واقع على دماغه دوت وبيساعده في الخريطه الوهميه اللي هو عمال يدور عليها دي لحد ما بيجيب اخره منه، وبيقول له انا بقالي فتره ماشي ورا الخرافات بتاعتك ديت، وفي الاخر ما ادتناش نتيجه وانا كنت عارف ده من الاول، ودلوقتي جه دورك ان انت تساعدني ان انا اوصل لبيل ويليامسون. وفي الاخر سيس بيجيب منه ورا وبيقول له لما تبقى جاهز انت ومستر ديكنز تعالوا لي. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer.
المهم ان في نفس الفتره دي مستر ديكنز بيكون قال لجون على واحد اسمه ايريش، وده واحد من الناس اللي عايشين هنا والمفروض ان هو يعرف مكان سلاح قوي جدا. ومستر ديكنز بينصحه ان هو يروح لايريش ده عشان هيحتاجه ان هو يجمع اسلحه عشان عصابه بيل ويليامسون مش سهله زي ما هو مفكر. وفعلا جون بياخد بعضه وبيروح لايريش، ولما بنوصل هناك بنعرف ان الراجل دوت على طول مش فايق وبيشرب خمره كتير ومش واعي للي حواليه اصلا، وفي اتنين ماسكينه عايزين يضربوه عشان كان عايز يسرقه ومحالته بالبلا. عارف ديكنز يعني، فاهم؟ عارف ديكنز خلاص. المهم ان جون بينقذه من الورطه اللي هو فيها، وبعدها بيبدا يعرفه بنفسه وبيقول له ان هو جاي تبع مستر ديكنز، وبيقول له يعرفه مكان السلاح ده فين عشان هو المفروض ان هو داخل حرب قريب مع عصابه بيل ويليامسون. والراجل ده بيسوح جون وبيوديه في اماكن مش بيلاقي فيها السلاح اللي هو بيقول له عليه، وجوني بيفضل ماشي وراه شويه برضه لحد ما بيتخنق منه وبيزنقه، وفي الاخر بيوديه على منجم، والمفروض المنجم ده فيه السلاح اللي جون بيدور عليه. وجون بيبدا ان هو يدخل وسط المنجم وبيخلص على اي حد بيقابله لحد ما في الاخر بينجح ان هو يوصل لمكان السلاح، وفي الاخر بينجح ان هو يطلعه على الارض وبيحطه في العربيه مع ايريش، والدنيا بتبقى تمام. وبكده جون ضمن ان في حد هيبقى عين ليه جوه في القلعه، واللي هو المفروض هيبقى سيث، وبقى معاه سلاح قوي عشان يهاجم على العصابه في المقر بتاعهم. مش ناقص له بس غير ان هو يشوف طريقه يدخل بيها الحصن بتاع بيل ويليامسون. المهم ان بعد كده جون بيروح على فورت ميرسر، المقر بتاع بيل ويليامسون، وهناك بنشوف مارشيل جونسون هو ورجالته وهم داخلين على جون، وبنشوف مستر ديكنز معاهم، ومن هنا بنعرف الخطه اللي هيدخل بيها جون المقر بتاع بيل ويليامسون. والخطه كالتالي: جون والسلاح التقيل اللي خده من ايريش هيبقوا هما الاثنين في العربيه بتاعت مستر ديكنز، وهو هيقفل عليهم وبكده محدش شايفه، والمفروض ان الرجاله جوه الحصن ده كلهم عارفين مستر ديكنز وبيعدوه على طول من غير ما يفتشوه. وجون المفروض ان هو هيكون جوه العربيه مستخبي وهيعدي معاه، ولما العربيه تقف جوه الحصن وديكنز يديله اشاره معينه، جون يشهر السلاح ويقضي عليهم كلهم. وفعلا بيبداوا ان هم ينفذوا الخطه دي، وجون بيدخل في العربيه والعربيه بتعدي من الحصن، واحنا داخلين بنشوف سيث بيبقى واقف على السور بتاع الحصن. المهم ان مستر ديكنز بعد ما بيدخل القصر وبيقف جوه بيبدا ان هو ينزل ويقول لهم عن الحاجات اللي معاه وكده، لحد ما في الاخر جون بيظهر وبيبدا ان هو يشغل السلاح التقيل اللي معاه وبيخلص على كل الرجاله اللي موجودين في الحصن. وبعدها بيفتحوا الباب لمارشيل جونسون ورجالته وبيبداوا ان هم ينتشروا في المكان عشان يدوروا على بيل ويليامسون جوه. وديكنز بعدها بياخد العربيه بتاعته وبيمشي من الحصن. المهم ان جون ومارشيل جونسون والرجاله بيفضلوا يدوروا في المكان ويخلصوا على اي حد بيقابلهم جوه، وبيفضلوا يدوروا على بيل لحد ما في الاخر مش بيلاقوا له اي اثر في المكان. وبعدها بيتجمعوا مع بعض وبيحاولوا ان هم يتوقعوا مكانه يكون فين، بس في ساعتها بنشوف مستر ديكنز بيخبط تاني على باب الحصن، وبنعرف ان في مئات البني ادمين جايه تهجم على الحصن عليهم دلوقتي، فكلهم بيبداوا ان هم يستعدوا عشان يهاجموا الناس اللي جايه عليهم، وفعلا بيتصدوا لهم وبينجحوا ان هم يخلصوا عليهم كلهم. وبعدها على طول بنشوف واحد من رجاله مارشيل جونسون بيبقى قابض على واحد من رجاله بيل كان مستخبي جوه، وبنعرف من الراجل ده ان بيل دلوقتي مش موجود في الحصن، وان هو لما عرف ان انتوا جايين تهجموا عليه خد بعضه وهرب وراح المكسيك. وجون لما بيسمع المكسيك فبيتوقع ان هو راح عشان يستخبى عند خافيير اسكويلا، وبعدها على طول ايريش بيقول له ان هو لو حب ينزل المكسيك هو ممكن يجي معاه، وبيعرفه ان هو من هناك وان هو معروف جدا وممكن يساعده في اي حاجه يحتاجها. فجون طبعا بيرحب بالفكره وبيشكره على ده. وبعدها مارشيل جونسون بيتكلم مع جون وبيعتذر له ان هو كان نفسه يساعده، ومستر ديكنز بيكلم جون عن المكسيك وبيقول له ان هي بلد جميله ولما يروح هناك هيتبسط. وبكده بقى في اتنين من اعداء جون موجودين في المكسيك، واللي هما بيل ويليامسون وخافيير اسكويلا. فهل في اعتقادك لما جون يروح لهم هناك هينجح ان هو يقبض عليهم، ولا هيدوله على عينه زي ما بيل ويليامسون عملها مع جون قبل كده؟ فايه بقى اللي هيحصل، وجون هيعمل ايه، ومنين معاه بيودي على فين؟ ده اللي هنعرفه الفيديو الجاي. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو، فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي قوي فعليكوا على الكومنتات بقى. بص انا ماشي بعلاك، وما تنساش تتابعني على انستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات راي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.